مركز التسوية والتحكيم الرياضي المنوط به المنازعات الرياضية. صدر فيه حكمين، حكم أول درجة لاختلافهم في اللجنة التنسيقية عن حل مجلس الإدارة كإجراء إداري، نتج عنه حكم مستأنف بإلغاء الحكم الأولاني لصالحنا احنا ببقاء الجمعية العمومية وانتخابات مجلس إدارة سليمة. المفترض ان احنا نعمل بطلان داخل مركز التسوية، ولكن الطرف الآخر عمل البطلان في محكمة الاستئناف. أثناء الدراسة أو أثناء المنازعات صدر حاجة هزت حاجة الإدارة الرياضية في مصر. المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكم تاريخي ببطلان مركز التسوية وانعدامه وانعدام أحكامه. طيب وفي أسبابه انعدموا الحكمين الأولاني والتاني، يبقى بالتالي لا يوجد أحكام من مركز التسوية. المجلس مستمر في عمله حتى هذه اللحظة؟ بخطاب رسمي من الوزارة والشباب والرياضة وصلنا من قيمة يومين، مضمونه باختصار استنفاذ جميع الأخطاء. احنا عندنا جلسة بطلان الحكم الأولاني يوم 23/10/26، ولسه الأمور بينها وبينها بسيطة قوي وطويلة قوي واستقرار قوي يعني. أنا بس عايز أناشد سيد الوزير إن هو يكمل سنده لنا في نادي جمصة، عندنا 18 فدان، هو اللي حط الأساس بتاعه كحمام سباحة نص أولمبي من خلال ميزانية الوزارة، وده الإنتاج الحربي واحنا شغالين فيه دلوقتي. طمعانين في ملعب كورة، طمعانين في الملعب بتاع استاد المنصورة يتصين، أو اعمل لنا ملعب في الاستاد واحنا نص التكلفة وانت نص التكلفة واحنا نكمل وراك. بدأنا 1/8 في فترة إعداد، قعدنا 10 أيام هنا ما بين اختبارات بعض اللعيبه اللي كانوا جايين، ما بين في بعض العناصر كانت جايه تتشاف لاول مره، في بعض العناصر من افريقيا طبعا كانوا جايين نشوفهم. بالاضافه طبعا في هنا يعني مش عايز اقول كنز كبير جدا، قاعده الناشئين اللي موجوده. حضرتك بتتكلم في حوالي 15 او 16 لاعب ما بين 2000 و2001 2002 وفي بعض العناصر من 2003، دول امتداد ان شاء الله يمكن لنادي المنصوره والمنتخب مصر ولعبة على مستوى كبير جدا.